لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: فخسفنا بقارون وأهل داره، وقيل وبداره، لأنه ذكر أن موسى إذ أمر الأرض أن تأخذه أمرها بأخذه وأخذ من كان معه من جلسائه في داره، وكانوا جماعة جلوسا معه، وهم على مثل الذي هو عليه من النفاق والمؤازرة على أذى موسى. عن ابن عباس قال: لما نزلت الزكاة أتى قارون موسى فصالحه على كل 1000 دينار دينارا وكل 1000 شيء شيئا، أو قال كل 1000 شاة شاة، الطبري يشك. قال: ثم أتى بيته فحسبه فوجده كثيرا. واحد في 1000 يعني شيء يسير جدا. فجمع بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه، وهو الآن يريد أن يأخذ من أموالكم. فقالوا: أنت كبيرنا وأنت سيدنا، فمرنا بما شئت. فقال: آمركم أن تجيئوا بفلانة البغي فتجعلوا لها جعلا فتقذفه بنفسها، فدعوها فجعل لها جعلا على أن تقذفه بنفسها. ثم أتى موسى فقال لموسى: إن بني إسرائيل قد اجتمعوا لتأمرهم ولتنهاهم. فخرج إليهم وهم في براح من الأرض، فقال: يا بني إسرائيل، من سرق قطعنا يده، ومن افترى جلدناه، ومن زنى وليس له امرأة جلدناه 100، ومن زنى وله امرأة جلدناه حتى يموت أو رجمناه حتى يموت، الطبري يشك. ولا موجود في التوراة الرجم، والقطع والرجم موجود، يعني حدان موجودان في التوراة. قال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. فقال: دعوها، فإن قالت فهو كما قالت. فلما جاءت قال لها موسى: يا فلانة. قالت: يا لبيك. قال: أنا فعلت بك كما ما يقول أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء. قالت: لا، وكذبوا، ولكن جعلوا لي جعلا على أن أقذفك بنفسي. فوثب فسجد وهو بينهم. فأوحى الله إليه: مر الأرض بما شئت. قال: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم. ثم قال: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم. ثم قال: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى حقيهم، جمع حق، معقد الإزار على وسط الإنسان. ثم قال: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أعناقهم. قال: فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى، ويتضرعون إليه. قال: يا أرض خذيهم، فانطبقت عليهم. فأوحى الله إليه: يا موسى، يقول لك عبادي: يا موسى يا موسى، فلا ترحمهم، أما لو إياي دعوا لوجدوني قريبا مجيبا.
هذا لا شك من الإسرائيليات المخالفة لصريح القرآن، لأن الله قال فخسفنا به، فالله الذي خسف به سبحانه وتعالى عقوبة له، وليس أن الله عز وجل يعني يكون رحيما به أكثر من موسى. بمعنى هو طبعا الله رحيم بخلقه جميعا أكثر من موسى، لكن قد خسف به رغم أنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن الأمم التي أنزل بها بأسه، قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلما ذاقوا بأسنا قالوا آمنا بالله، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقد قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لذلك سنة الله التي ذكرها في القرآن خلاف ما هو مذكور في هذا الموضع. يمكن أن يكون الله عز وجل خسف به بدعوة موسى كما ذكر هذا الأثر، ويمكن أن يكون خسف به بأمر من عنده عز وجل. قال فذلك قول الله فخرج على قومه في زينته، وكانت زينته أنه خرج على دواب شقر عليها سروج حمر، عليهم ثياب مصبغة بالبهرمان، البهرمان العصفر أو نوع منه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إلى قوله إنه لا يفلح الكافرون، يا محمد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن المنهال عن رجل عن ابن عباس قال لما أمر الله، يعني هو مش صحيح عن ابن عباس أصلا، قال لما أمر الله موسى بالزكاة قال رموه بالزنا فجزع من ذلك، فأرسلوا إلى امرأة كانت قد أعطوها حكمها على أن ترميه بنفسها، أعطوها حكمها يعني لتحكم به لتقول عليه، فلما جاءت عظم عليها وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقتي، قالت إذ قد استحلفتني فإني أشهد إنك بريء وإنك رسول الله، فخر ساجدا يبكي. فأوحى الله تبارك وتعالى ما يبكيك، قد سلطناك على الأرض فمرها بما شئت. فقال خذيهم، فأخذتهم إلى ما شاء الله، فقالوا يا موسى يا موسى، فقال خذيهم، فأخذتهم إلى ما شاء الله، فقالوا يا موسى يا موسى، فخسفتهم. قال وأصاب بني إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد، فأتوا موسى فقالوا ادع لنا ربك، قال فدعا لهم، فأوحى الله إليه يا موسى أتكلمني في قوم قد أظلم ما بيني وبينهم خطاياهم وقد دعوك فلم تجبهم، أما إياي لو دعوا لأجبتهم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فخسفنا به وبداره الأرض، قال قيل للأرض خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم، ثم قيل لها خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم، ثم قيل لها خذيهم فأخذتهم إلى أحقائهم، ثم قيل لها خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم، ثم قيل لها خذيهم فخسف بهم. فذلك قوله فخسفنا به وبداره الأرض. عن ابن عباس في قوله إن قارون كان من قوم موسى قال كان ابن عمه، وكان موسى يقضي في ناحية بني إسرائيل وقارون في ناحية يحكم، يعني كأنه كان لقرابته من موسى يعني زي محافظا مثلا نائبا. قال فدعا بغية كانت في بني إسرائيل
فجعل لها جعلة على أن ترمي موسى بنفسها، فتركته إذا كان يوم تجتمع فيه بنو إسرائيل إلى موسى. أتاه قارون فقال: يا موسى، ما حد من سرق؟ قال: أن تقطع يده. قال: وإن كنت أنت؟ قال: نعم. قال: فما حد من زنى؟ قال: أن يرجم. قال: وإن كنت أنت؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: فإنك قد فعلت. قال: ويلك بمن؟ قال: بفلانة. فدعاها موسى فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة، أصدق قارون؟ قالت: اللهم إذا نشدتني فإني أشهد أنك بريء وأنك رسول الله، وأن عدو الله قارون جعل لي جعلا على أن أرميك بنفسي. قال: فوثب موسى فخر ساجدا لله، فأوحى الله إليه أن يرفع رأسك، فقد أمرت الأرض أن تطيعك. فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم حتى ملأوا الحقو. قال: يا موسى، قال: خذيهم، فأخذتهم حتى ملأوا الصدور. قال: يا موسى، قال: خذيهم، فذهبوا. قال: فأوحى الله إليه: يا موسى، استغاث بك فلم تغثه، أما لو استغاث بي لأجبته ولا أغثته. عن علي بن زيد بن جدعان قال: خرج عبد الله بن الحارث من الدار ودخل المقصورة، فلما خرج منها جلس وتساند عليها وجلسنا إليه، فذكر سليمان بن داود قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ إلى قوله: إن ربي غني كريم. ثم سكت عن ذكر سليمان، فقال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وكان قد أوتي من الكنوز ما ذكر الله في كتابه، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال: وعاد موسى وكان مؤذيا له، وكان موسى يصفح عنه ويعفو للقرابة، حتى بنى دارا وجعل باب داره من ذهب، وضرب على جدرانه صفائح الذهب، وكان الملأ من بني إسرائيل يغدون عليه ويروحون، فيطعمه الطعام ويحدثونه ويضحكونه، فلم تدعه شقوته والبلاء حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل مشهورة بالخنا، مشهورة بالسب، فأرسل إليها فجاءته فقال لها: هل لك أن أمولك وأعطيك وأخلطك في نسائي على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي؟ فتقولي يا قارون ألا تنهى عني موسى؟ قالت: بلى. فلما جلس قارون وجاء الملأ من بني إسرائيل أرسل إليها، فجاءت فقامت بين يديه، فقلب الله قلبها وأحدث لها توبة. فقالت في نفسها: لأن أحدث اليوم توبة أفضل من أن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذب عدو الله له. فقالت: إن قارون قال لي: هل لك أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي؟ فتقول: يا قارون ألا تنهى عني موسى؟ فلم أجد توبة أفضل من أن لا أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذب عدو الله. فلما تكلمت بهذا الكلام سقط في يدي قارون ونكس رأسه، وسكت الملأ وعرف أنه قد وقع في هلكة، وشاع كلامها في الناس حتى بلغ موسى. فلما بلغ موسى اشتد غضبه، فتوضأ من الماء وصلى وبكى وقال: يا رب، عدوك لي مؤذن، أراد فضيحتي وشيني،
يا رب سلطني عليه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك. فجاء موسى إلى قارون، فلما دخل عليه عرف الشر في وجه موسى له، فقال يا موسى ارحمني، قال يا أرض خذيهم. قال فاضطربت داره وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين، وجعل يقول يا موسى، فأخذتهم إلى ركبهم وهو يتضرع إلى موسى يا موسى ارحمني، قال يا أرض خذيهم. قال فاضطربت داره وساخت وخسف بقارون وأصحابه إلى سررهم، السر يعني إلى سررهم، وهو يتضرع إلى موسى يا موسى ارحمني، قال يا أرض خذيهم. فخسف به وبداله وأصحابه. قال وقيل لموسى صلى الله عليه وسلم يا موسى ما أفضك، أما وعزتي لو إياي نادى لأجبته. عن أبي عمران الجوني قال بلغني أنه قيل لموسى لا أعبد الأرض لأحد بعدك أبدا. إسرائيليات واضحة جدا. عن أبي نصر عن ابن عباس، ولم يذكر ابن مهدي في السند أبا نصر، فخسفنا به وبداره الأرض. قال الأرض السابعة، الأرض السابعة. عن ابن جريج قال بلغنا أنه يخسف به كل يوم 100 قامة ولا يبلغ أسفل الأرض إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حديث بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته تعجبه نفسه يختلف مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، دون ذكر اسم قارون. الحديث في ذلك صحيح. عن مالك بن دينار قال بلغني أن قارون يخسف به كل يوم 100 قامة. عن قتادة ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة، وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ خارها إلى يوم القيامة. قامة يعني قامة الرجل، يعني حوالي مثلا 2 متر ولا ربع مثلا. وقوله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، يقول فلم يكن له جند يرجع إليهم ولا فئة ينصرونه لما نزل به، لما ينصرونه لما نزل به من سخطه، بل تبرأوا منه وما كان من المنتصرين. يقول ولا كان هو ممن ينتصر من الله، إذ أحل به نقمته فيمتنع لقوته منها. عن قتادة فما كان له من فئة ينصرونه، أي جند ينصرونه، وما عنده منعه يمتنع بها من الله. وقد بينا معنى الفئة فيما مضى، وأنها الجماعة من الناس، وأصلها الجماعة التي يفيء إليها الرجل عند الحاجة إليهم للعون على العدو، ثم تستعمل ذلك العرب في كل جماعة كانت عونا للرجل وظهرا له. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يقول تعالى ذكره وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس من الدنيا وغناه وكثرة ماله وما بسط له منها بالأمس، يعني قبل أن ينزل به ما نزل من سخط الله وعقابه. ويقولون ويكأن الله، اختلف في معنى ويكأن الله. فأما قتادة فإنه يروى عنه في ذلك قولان، أحدهما ويكأنه ألم تر أنه، عن قتادة أولا ترى أنه، ويكأنه أولا ترى أنه. القول الآخر ويكأنه أولم يعلم أن الله، ويكأنه أولا يعلم أنه. وتأول هذا التأويل الذي ذكرناه عن قتادة في ذلك بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة
استشهد لصحة تأويله ذلك كذلك بقول الشاعر: سألتاني سألتاني الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جئتما بنكر. ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضر. قبلهما بيت: تلك عرسايا تنطقان على عمد إلى اليوم قول زور وهتري. قال بعض نحويه الكوفة: ويكأن في كلام العرب تقرير، كقوله للرجل: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه. وذكر أنه أخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها: أين أبتنا، أين إبلنا، أين إبلنا؟ فقال: ويكأنه وراء البيت. معناه أين ابننا، أين ابننا؟ فقال: ويكأنه وراء البيت. معناه: أما ترينه وراء البيت. وقد يذهب بها بعض النحويين إلى أنها كلمتان، يريد ويك ويك أنه، كأنه أراد ويلك فحذف اللام، فتجعل أن مفتوحة بفعل مضمر، كأنه قال: ويلك اعلم أنه وراء البيت، فأضمر اعلم. قال: ولم نجد العرب تعمل الظن مضمرا ولا العلم وأشبهه في أن. قال آخرون إن معنى قوله وي كأن وي منفصلة من كأن، يعني في ناس يقولوا ويك على بعضها كلمة أن، وفي ناس يقولوا ويك أن ألم ترى أن، وفي ناس يقولوا إن معنى ذلك وي لوحدها كأن، كقول الرجل كقولك للرجل: وي أما ترى ما بين يديك. فقال وي ثم استأنف. كأن الله يبسط الرزق، وهي تعجب، وكأن في معنى الظن والعلم، فهذا وجه مستقيم. قال: ولم تكتبها العرب منفصلة، ولو كانت على هذا لكتبوها منفصلة. وقال آخر منهم إن وي تنبيه، وكأن حرف آخر غيره بمعنى لعل الأمر كذا، أظن الأمر كذا. أولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكرناه عن قتادة من معنى أن معناه ألم ترى ألم تعلم، والرواية عن العرب وأن وي كأن في خط المصحف حرف واحد، ومتى وجه ذلك إلى غير هذا التأويل الذي ذكرناه عن قتادة فإنه يصير حرفين. فإن كان ذلك حرفا واحدا فالصواب من التأويل ما قاله قتادة، فتأويل الكلام. وأصبح الذين تمنوا مكان قارون وموضعه من الدنيا بالأمس يقولون: لما عاينوا ما أحل الله به من نقمته ألم تر يا هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسع عليه، لا لفضل منزلته عنده ولا لكرامته عليه، كما كان بسط من ذلك لقارون لا لفضله ولا لكرامته عليه، ويقدر يقول: ويضيق على من يشاء من خلقه ذلك، ويقتر عليه لا لهوانه ولا لسخطه على عمله، لولا أن من الله علينا، يقول: لولا أن تفضل علينا فصرف عنا ما كنا نتمناه بالأمس لخسف بنا. قرأته عامة قراء الأمصار سوى شيبة: لخسف بنا. وذكر عن شيبة والحسن: لخسف بنا، بمعنى لخسف الله بنا. قرأت نحن: ويكأنه لا يفلح الكافرون، يقول: ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون فتنجح طلباتهم. ونقول هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة.
بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.